أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها رصدت أكثر من 2500 حالة انتهاك في مختلف المحافظات منذ أغسطس من العام الماضي. وأشارت اللجنة إلى أنها وثقت أكثر من 550 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، فيما رصدت 36 حالة ارتكبتها القوات الحكومية والأجهزة التابعة لها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: استمرار انتهاكات أطراف الحرب بحق المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، وما هو دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الحد من هدر حقوق الإنسان في اليمن. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. قتل، اعتقال وتفجير، سلسلة اعتداءات تشهدها اليمن في أغلب المحافظات في ظل غياب لدور مؤسسات الدولة المختطفة، كما تثبت الوقائع من ميليشيات وجهات تدين بالولاء لأطراف خارجية. وفق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، فإن عدد الانتهاكات وصلت إلى أكثر من 3000 انتهاك موثقة بمئات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الضحايا. وقد أكدت اللجنة الوطنية في تقريرها السادس بأن هذه الانتهاكات مارستها جميع الأطراف، استهداف المدنيين والانتهاكات التي قام بها مختلف الأطراف، قوات التحالف، الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، كذلك ذكرت ما تم ارتكابه وما قامت برصده والتحقيق فيه من انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان من تجنيد الأطفال. ميليشيا الحوثي بحسب توثيق اللجنة الوطنية قتلت ما يزيد على 220 مواطناً وتسببت بإصابة أكثر من 500 آخرين، وارتكبت الميليشيا ما يفوق 550 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في مناطق سيطرتها، وفجرت 31 منزلاً. في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية والتحالف رصدت اللجنة مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة 220، ووثقت 36 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري. بتأكيد تقرير اللجنة، فإن الحوثي مسؤول عن 51 واقعة تجنيد أطفال، كما أن زراعته للألغام تسببت بسقوط ما يفوق 80 شخصاً بين قتيل وجريح. انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تستمر في ظل غياب دور فاعل وضابط يقدم الجناة للعدالة. ووفق مراقبين، فإن المواطنين سيظلون عرضة للتهديدات التي تطال حياتهم طالما ظلت الجهات المنتهكة تتلقى الدعم من جهات محلية وإقليمية ودولية. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السيدة أشراق المقطري. سيدة أشراق مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة أشراق. يعني ما النتائج الملموسة التي أثمرتها التقارير السابقة للجنة؟ في البدء شكرا للقناة على تسليط الضوء على تقرير اللجنة الوطنية، وربما نقول النتيجة الملموسة الأكيدة بالنسبة لنا في تقارير اللجنة أو في أعمالها بشكل رئيسي هو تجهيز كافة تلك الوثائق التي تم التحقيق والانتهاء من التحقيق فيها إلى ملفات قانونية مكتملة تتحول إلى القضاء، إضافة إلى تجهيزها الاستفادة منها في عملية العدالة الانتقالية وجبر الضرر والمساءلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ربما نأمل أن يكون النتيجة الأكبر كانت هو أن يعني تساهم تقاريرنا في الحد من تلك الانتهاكات أو إيقافها، لا سيما ونحن في توصياتنا نخاطب كافة أطراف النزاع بشكل واضح وصريح بأن تتوقف عن كافة الانتهاكات لتمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحركة والتنقل، إضافة إلى الحقوق الأخرى المرتبطة بالغوث الإنساني والمساعدات. هذا ربما كان المأمول، لكن كما ذكرت ربما النتيجة نقول المباشرة التي تعمل عليها اللجنة هو أنها أصبحت لديها قاعدة بيانات جاهزة إلكترونية وورقية، محال الجزء الأول منها القضاء والجزء الثاني كما ذكرت هي موجودة للاستفادة منها من كافة أطر العدالة الانتقالية، أطر السلام التي تعمل عليها الدولة أو
ايضا بقيه اطراف عمليه السلام. نعم سيده اشراق، يعني كم عدد الملفات التي احيلت الى القضاء؟ كم عدد الملفات التي تم احالتها الى القضاء؟ نحن طبعا نشيل للقضاء، يعني بدانا من العام قبل الماضي، لكن بعد ان تم تعديل قرار اللجنه في القرار رقم 50 عام 2017 بالتوجيه الواضح بان تحال كافه ملفات اللجنه الوطنيه التي تم الانتهاء من التحقيق فيها الى القضاء للبت فيها واجراء المحاكمات، والتي هي بالاساس هي من اختصاص القضاء الوطني، وكان دور اللجنه هو تاهيل هذه المحاكمات عن طريق تجهيز ملفات بمعايير تحقيق دولية من التي معمول بها ومعترف أو يعني في كافة اللجان المماثلة وأيضا في المحاكم المختصة سواء الإقليمية أو الدولية. آخر دفعة تم تسليم القضاء هي 416 ملف كان في الشهر الماضي. قبلها طبعا النائب العام موجه في تكليف فريق من قبل النائب العام لقصف هذه الملفات. نحن الان نعمل على عمليه التواصل ايضا مع هذا الفريق ومع ايضا النائب العام للبدء في هذه الاليات، ولكي تكون مثل هذه العمليه طبعا بالتعاون والتنسيق من قبل اللجنه وتسهيل الامور المتعلقه بالمعلومات الملفات. نعم، إذن ابقي معي سيدة إشراق، وسنشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولضيفتك الكريمة ولجميع المشاهدين. أهلا بك سيد توفيق. في البداية يعني كيف وجدتم تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ التقرير بشكل عام هو تقرير جيد، واعتمد على منهجيتهم الخاصة في الرصد والتحقيق والتثبت من الجرائم وفق المعايير التي اتخذتها اللجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن من جميع الأطراف. ويبقى الجانب الأهم لكل هذه التقارير سواء الصادرة من اللجنة الوطنية شأن الادعاءات بشأن حقوق الإنسان أو جميع المنظمات وغير ذلك، هو إحاء تفعيل دور القضاء والمؤسسات القضائية في اليمن التي للأسف الشديد يبدو أنها غير مؤهلة بالمطلق لنظر مثل هذه القضايا سواء من الناحية الفنية أو حتى من الناحية اللوجستية. نعم سيد توفيق، بالنسبة لدور المنظمات الدولية يعني كيف تقيم دورها في يعني التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة من قبل الميليشيات وأيضا الانتهاكات الحاصلة من قبل التحالف والحكومة؟ في النهاية المنظمات بشكل عام هي دورها دور كاشف، تعمل على كشف الانتهاكات التي ترتكب من قبل الأطراف وتسعى إلى تشكيل رأي عام باغت سواء على المستوى المحلي أو الدولي من أجل وقف مثل هذه الانتهاكات أو إحالة المتسببين في مثل هذه الانتهاكات إلى القضاء. في اليمن حقيقة أصبح الوضع هنالك اختلاط كبير، هنالك عملية استقطاب سياسية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. هذا الاستقطاب للأسف الشديد انتقل إلى أروقة الأمم المتحدة وأثر على عمل المنظمات الحقوقية الكبيرة بشكل عام، ولذلك اليوم اليمن نستطيع أن نقول أنه لا توجد حيادية مطلقة من قبل كل المنظمات، وإن كان الجهد المبذول إلى حد الآن استطاع أن يكشف كثير من الانتهاكات بصورة كبيرة ويعريها ويضع المجتمع الدولي سواء والإقليمي على حد سواء على صورة ما الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن. نعم. من قبل كافة الأطراف، لكن في النهاية يعني لا توجد هنالك حيادية كاملة نستطيع أن نقول، لكن هنالك جهد كبير يبذل في هذا الاتجاه. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق، وأعود للسيدة إشراق المقطري المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. يعني سيدة إشراق، يعني هل تم النظر في أي من الملفات التي تم إحالتها إلى القضاء، وإلى أين وصلت هذه الملفات؟
أولا كما ذكرت هو تم تجهيز هذه الملفات، بقى الأمر نحن في خانة القضاء حاليا. كما ذكرت النائب العام شكل لجنة مكلفة من 4 من القضاة، قاضيين وقاضيتين لتحقيق هذه الملفات. ربما أنا أتفق مع الأخ مدير المؤسسة السام بأن هناك من الضرورة أن يتم رفع قدرات القضاء وإعادة تأهيله، وهذه ربما من ضمن أولويات الهيئة المتحدة في مسألة للدول التي تحت أثناء الصراع وما بعد الصراع، يكون الهاجس الأكبر بأن تتولى القضاء، لأن القضاء هو أساسا سواء وجدت لجنة أو لم توجد لجنة هو المعني بمسألة محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. لهذا ربما هذه المهمة تعتبر مهمة جديدة في دول كثيرة من ضمنها الدول الإسلامية ومن ضمنها اليمن. نعم. بمسألة إجراء محاكمات حقيقية وعاجلة، لأن القضاء الدولي أيا كان فلا يمكن أن يبث في قضايا أو ملفات طويلة وكثيرة تصل إلى الآلاف، وبالتالي الجهة النقول المعنية والمباشرة والمسؤولة بشكل حقيقي بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هي مؤسسات إنفاذ القانون بشكل رئيسي في الدولة، التي هي بالفعل معنية بمسألة حماية حقوق الإنسان. وربما كما ذكرت يعني دور اللجنة الوطنية للتحقيق كمؤسسة وطنية نوعية مختصة بمسألة التحقيق لهذه الانتهاكات وتهيئة هذه الملفات، حفظ البيانات أو حفظ نقول الأدلة لكي لا تتلف مع عامل الوقت. يعني كثير من الأماكن التي حدث فيها انتهاكات لم نستطع أحيانا الوصول إلى الأدلة الحقيقية المباشرة نظرا لمرور فترة عليها، ولهذا كان من المهم أن تقوم اللجنة بشكل مباشر بالنزول في استلام هذه المقذوفات، مسألة المعاينة، لا سيما غالبية المناطق حتى هذه اللحظة القضاء غير متواجد، النيابات غير مفعلة، وبالتالي باعتقادي أن الدور الرئيسي الذي قامت به اللجنة وفي رغم الظروف لأنها استطاعت بالفعل أن تحافظ على هذه الأدلة وأن تقوم بالإجراءات التي نقول قامت بها وحول لها سواء قرار إنشاء اللجنة أو حتى قرارات مجلس حقوق الإنسان للأربع سنوات الماضية التي أكد على ضرورة أن تقوم اللجنة الوطنية بدورها. لهذا يعني نحن نأمل، وليس فقط نأمل، لنا أيضا يعني نطمح بأن يكون هناك بالفعل عمل إقليمي وعمل دوري لدعم القضاء اليمني لإعادة تأهيله من جديد، ليس فقط مؤسسيا بالمباني إنما تأهيل القضاة، لا سيما في موضوع القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهي مواضيع تعتبر جديدة لكثير من الدول، لكن مسألة أنها تكون جديدة أو حديثة لا يعني بأن نبتعد عنها أو نعتبرها محظورة على هذه القضاء، إنما يجب تطور إليها بأن أصبحت إلزامية وتحول قانون الإنساني من الجانب الورقي ومن جانب المعلومات إلى جانب حقيقي إجرائي يكون فاعل رئيسي في عدم إفلات الجنات من العقاب كما فلتوا في مراحل تاريخية سابقة. نعم سيدة أشرق، في مسألة يعني جبر الضرر، هذه المسألة يعني هل تقع ضمن مسؤولياتكم ومهامكم في اللجنة؟ نحن مهمتنا في اللجنة الوطنية واضحة بقرار الإنشاء وبقرارات أيضا مجلس حقوق الإنسان اللي كانت تتحدث عن مهمة اللجنة، وهي التحقيق في هذه الانتهاكات بالمعايير المتفق عليها والمعمول بها، لكن الملفات التي يعني أصبحت لدى اللجنة أسقطتها في قاعدة بيانات وطنية، وبالتالي مدخل العدالة الانتقالية المتمثلة من ضمنها مسألة جبر الضرر من الممكن أن تعتمد على قاعدة البيانات الوطنية حيث تحرصت اللجنة أن تصل إلى جميع الضحايا الذين استطاعت إليهم. يعني في قاعدة البيانات يتضح أسماء الضحايا ونوع الانتهاك والجهة المتسببة والقائم بهذا الانتهاك كقيادة أو منفذي أو نقول مستخدمي سلطة وما إلى ذلك، بالتالي فهي مدخل من مدخلات، لكن من الطبيعي أن لجان عدل انتقالية لها لجان متخصصة. لكن كما ذكرت هي اللبنة الأساسية، الملفات القانونية التي لدى اللجنة الوطنية الآن هي حاليا اللبنة الرئيسية والأساسية لأي عمل متعلق بالعدل الانتقالية، سواء كما ذكرت جبر الضرر أو وما غيره من آلية العدل الانتقالية الخمسة بمختلف مراحلها.
ولهذا كما ذكرت يعني حتى في قرار انشاء اللجنه اشار بان هذا جزء من عمليه العداله الانتقاليه، لكن لا تقوم اللجنه مباشره هي بنفسها بعمليه اي عمليه تعويض او عمليه جبر الضرر لانه ليس من مهامها. نعم، اذا ابقي معي سيده اشراق واعود لضيفي توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، يعني الى اي مدى تاخذ مساله الانتهاكات اهتماما لدى المنظمات الدوليه برايك؟ لا، الانتهاكات في اليمن تأخذ مداها الطبيعي في المنظمات الدولية، ورأينا كثير خلال الفترة الماضية كثير من التقارير النوعية ربما التي صدرت عن الانتهاكات في اليمن. نعم. أعتقد بأنها ربما غطت كافة الانتهاكات بشكل كامل، لكن تبقى الإشكالية الكبيرة التي توضع عليها علامة استفهام اليوم، وهي لربما أحد الأسباب الرئيسية التي ما زالت تعطي الأطراف ربما مساحة كبيرة لمزيد من هذه الانتهاكات، وهي قضية المساءلة، سواء قضية المساءلة على المستوى الداخلي أو قضية المساءلة على المستوى الخارجي. أعتقد ما لم يفعل ملف المساءلة بصورة كبيرة وما لم يكن هنالك تحديد أو قائمة واضحة بمنتهكين حقوق الإنسان سواء في المناطق، سواء من قبل جماعة الحوثي أو حتى من القوات التي تتبع دول التحالف العربي أو حتى من الشرعية أو حتى من الجماعات المسلحة التي تمتلك السلاح، ما لم يكن هنالك تحديد وتحريك ملفات قضائية واضحة. نعم. أعتقد بأن هذه الانتهاكات ستظل بنفس الوتيرة وبنفس التدرج، وربما نشهد انتهاكات متنوعة جديدة مستقبلا، وبالتالي اليوم الإشكالية التي تعاني منها سواء المنظمات الداخلية بما فيها اللجنة الوطنية أو المنظمات الخارجية هي قضية المساءلة، وهي تشكل قلق حقيقي وجدي سواء على وتحدي أيضا للقضاء الدولي، القضاء المحلي عفوا، أو حتى القضاء الدولي الذي يحتاج إلى مجموعة من المعايير القانونية والفنية لنظر أي قضية من القضايا الانتهاكات التي ارتكبت داخل إقليم الجمهورية اليمنية. نعم سيد توفيق، بالنسبة أيضا لجانب الانتقائية من بعض المنظمات، يعني ألا يعد هذا الأمر أيضا إشكالية في مسألة أن يعني بعض المنظمات تتغاضى عن جهات وترصد يعني ضد جهات أخرى، وهذا للأسف ما يحدث في عمل الكثير من المنظمات ومن ضمنها أيضا منظمات دولية؟ هو بلا شك اليوم لا يمكن أن نفصل العمل الحقوقي عن الملف السياسي. أنا كما قلت لك في البداية، الملف اليمني أخذ استقطاب دولي حاد، وربما لسبب من الأسباب أصبحت الأزمة اليمنية واليوم في نظر المجتمع الدولي بشكل خاص بأنها أزمة بطون خاوية، بمعنى أنها أزمة جوع وليست أزمة سياسية، مرتبطة بثورة فبراير، مرتبطة بكرامة الإنسان اليمني، مرتبطة بتطلعاته. وبالتالي يعني شوهت القضية اليمنية في الخارج، ولأسباب معينة حدث هنالك نوع من الاستقطاب، خاصة للأسباب المتعلقة بدول التحالف التي دخلت اليمن بطلب من الرئيس اليمني، وبالتالي هذا الأمر أثر بصورة كبيرة على عمل كثير من المنظمات. أنا كما قلت لك بأن الحياد ربما دفن باليمن في صورة بصورة كبيرة جدا، وبالتالي إذا كانت هذه الإشكالية التي ذكرتها، هذا الأمر لا يعني بأن هذه المنظمات هي القدر الوحيد. بإمكان الراصدين والنشطاء في اليمن، هنالك منظمات أخرى قادرة على أن تخرج هذه الانتهاكات وتنشرها إلى العالم وتوصلها إلى المحافل الدولية، وبالتالي ستأخذ مداها الطبيعي اليوم أو غدا إلى غير ذلك. وبالتالي هنا هذه الإشكالية يجب أن نتجاوزها، ويجب أن نعمل فيها بهدوء بحرفية عالية، ولا نرمي كل يعني ننتظر الفرق الكبير أن يأتي من هذه المنظمات أو من هذه الدول يعني كمنفذ وحيد لما يحدث في اليمن. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق. أذهب للسيدة إشراق المقدري. يعني سيدة إشراق، يعني نتساءل هنا كيف يمكن تفسير استمرار الانتهاكات يعني بنفس الوتيرة، رغم أن هناك هيئات أنشئت في خلال فترة الحرب، منها يعني اللجنة الوطنية، ووصولا إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
نعم، هو للأسف أنها ليست فقط على ما تزال على مستوى، إنما في كل عام أو كل فترة من الفترات تزداد شدة وتزداد توسعا في المحافظات. يعني كثير من الانتهاكات ظهرت بالفترة الأخيرة، لا سيما الانتهاكات المتعلقة بأوضاع النساء وسوق النساء اللي كنا نعتقد بأنها نوعا ما انتهاكات محددة، لكن اتسعت الانتهاكات ضد الأطفال، انتهاكات أيضا ضد حرية الحركة والتنقل، الاعتداء بشكل كبير على الحق في السلامة و في الحياة. الموضوع أنه يزداد عملية الانتهاكات. مسألة أنه بالرغم من وجود آليات مختلفة مثل اللجنة الوطنية للتحقيق أو حتى اللجان أو الجهات المختلفة أيضا بتحل، سواء لدى أطراف النزاع أو حتى فريق الخبراء التابع للمفوضية الثانية، مثل هذه يعني بشكل عام للأسف بأن التوصيات التي تخرج من هؤلاء لم تجد نقول صداها أو تأثيرها سواء على أطراف النزاع، ولم تجد تأثيرها حتى على المتفاوضين أو على عملية السلام. يعني تم التركيز على الشق السياسي بشكل كبير جدا، ووضع قناة حقوق الإنسان ومرافع الشقاء حقوق الإنسان فقط ملف لمن إما المجايدة إما فقط للشكاء والبكاء، لكن لم يكن يعني ملف بالفعل كان له دور في مسألة الحد. لكن كما ذكرت نحن نؤمن على قاعدة رئيسية وهي أن حقوق الإنسان لا تفقد بالتقاضى، وبالتالي هذه الحقوق أصيلة ولم ملفاتها محفوظة، ولهذا العمل دائما في ملف حقوق الإنسان هو المؤسف لأنه طويل وبطيء، لا سيما كما ذكرت في دول مثل دولنا التي مسألة انتهاكات هي متواجدة قبل الحرب بشكل يعني بمستوى عالي، فما بالك أثناء الحرب عندما ظهرت يعني جماعة مسلحة أو جماعات لا تؤمن بحقوق الآخرين، والله لو كانت لو كان في إيمان بحقوق الآخرين لما وقعت هذه الحرب. لكن هذا لا يعني بأن اللجان تواجدها أو عملها غير مهم، كما ذكرت هو مهم جدا في مسألة الضغط، مهم جدا أيضا في مسألة يعني رفع الوعي لدى الضحايا أنفسهم بعملية الوصول إلى هذه الآليات، حفظ هذه الملفات أيضا لمسألة التحريك، تقوية أيضا القضاء الوطني اللي يعني تأهيله وأيضا لإقناعه بأن هذا دوره الرئيسي في عملية أيضا حماية الضحايا. نعم سيدة إشراق، يعني طالب التقرير في التوصيات الختامية بضرورة تعاون فريق تقييم الحوادث مع طلبات اللجنة، يعني إلى أي مدى يبدي التحالف تعاونه مع اللجنة الوطنية؟ نحن وضحنا في التقرير وهو دائما نوضحه وهو من ضمن أيضا صلاحيات ومهام اللجنة بأن تقوم بالتواصل مع كافة أطراف النزاع وكافة الجهات التي تمثلها سواء آليات التحقيق أو جهات أخرى. تواصلنا مع جماعة الحوثي وحررنا مذكرات وأفادوا بالاستلام، لكن لم يكن هناك تعاون كبير، لكن استمر الراصدين في مسألة قيادة طيارة التحالف العربي بما أنه مشكل فريق تقييم الحوادث. نحن نعمل على نقوم تقريبا كل شهر أو شهرين بإرسال الحوادث التي نقوم بالتحقيق فيها للرد على هذه الوقائع. هناك تجاوب لكن بطيء جدا، وهو ربما ما يؤخر كثير من عملية التحقيق في مسألة تحديد أسباب وظروف ومبررات تلك المقولة الانتهاك نوع من أنواع التحقيق، يعني كما تقوم بقية لجان التحقيق الأخرى التي تستفصل في مسألة التحقيقات والوقائع من قبل الأطراف، وهو نفس الأمر الذي عملناه أيضا مع الحكومة الشرعية والوزارة المعنية لا سيما وزارة الداخلية والدفاع. لكن كما ذكرنا بأن نحن نريد أن أو نأمل في توصيات أن يستجاب لمسألة رفع مستوى التعاون فيما بين اللجنة وبين يعني كافة أطراف النزاع، سواء من يمثلها مثل فريق تقييم الحوادث الذي يقوم أو وكل له مهمة التحقيق في وقائع قصف الطيران، أو أيضا كما ذكرت الأطراف بشكل مباشر والوزارات و القيادات ايضا التحالف وجماعه الحوثي بشكل رئيسي التي ربما لم تتعاون مع اللجنه ولم تتعاون ايضا مع فريق المفوضيه ولم تتعاون مع اليات اخرى. نامل ان يرتفع مستوى الوعي لدى جميع اطراف النزاع بان هذه اللجان هي لاستقطاب الحقيقه، ليس مهمتها استهداف طرف ولا مهمتها يعني اي نقول
شكل من أشكال الخصوصيات، إنما فقط هو مثلها الحصول على المعلومة بشكل كامل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيدة إشراق المقطري، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا من تعز. وأعود لضيفي من بيننا السيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، برأيك ما الذي يتوجب على المنظمات، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل عام، عمله لمحاكمة المنتهكين؟ هناك إشكالية في عملية يعني محاكمة المنتهكين، لكن بشكل عام اليوم هو كسر حاجز الخوف وتوفر المعلومات الكاملة من قبل الضحايا أنفسهم. أعتقد بأن المنظمات قادرة على تحريك مثل هذه الملفات، قادرة على إحداث نوع من التشبيك داخل المؤسسات الأممية. نعم. المساءلة هي اليوم ستكون قادمة، اليوم أو غدا أو بعد غدا، لكن يجب اليوم أن تعد قوائم واضحة بالأشخاص الذين قاموا بهذه الانتهاكات، المسؤولين عن هذه الانتهاكات، توثيق هذه الوقائع توثيقا قضائيا دقيقا، وتوفير التوكيلات اللازمة، لأن هنالك حتى محامين هنا في أوروبا مستعدين لتحريك بعض الملفات القضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الصبغة الدولية، لكن يبقى حاجز الخوف مانع، بمعنى أن الضحايا يرفضون توكيل هؤلاء المحامين لرفع دعاوي خوفا من الأضرار التي قد تنعكس عليهم بسبب هذه الدعاوي التي قد ترفع. هذه إشكالية كبيرة، لكن تبقى اليوم عملية الرصد، عملية التوثيق، عملية التحقيق، الاستقصاء إلى غير ذلك، مرحلة مهمة جدا في وضع سكة أو قطار المساءلة على السكة الحقيقية، أو على وبالتالي ستأتي المساءلة اليوم أو غدا، يعني ولن تسقط هذه الجرائم بالتقادم مهما كان. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر أيضا ضيفتنا المتحدثة باسم اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان سيدة إشراق المقطري، كانت معنا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.